مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مستمرين مع حضراتكم في تغطية انطلاقة فعاليات اليوم الأول من مؤتمر المناخ COP27. وبالتأكيد التغيرات المناخية ليها تأثير كبير جدا على الأمن الغذائي، ويمكن عشان كده الملفات الزراعية هتكون حاضرة بشكل كبير على أجندة مؤتمر المناخ. وتم تحديد يوم 12 نوفمبر لمناقشة القضايا المتعلقة بالتكيف في مجال الزراعة والتغذية ومواجهة الآثار المناخية الضارة، زي اتكلمنا عن الجفاف ويمكن الفيضانات. فخلونا نعرف تفاصيل اكتر من ضيفنا الموجود معنا عبر الهاتف، الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه اللي معنا دلوقتي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ رسانت، ربنا يخليك. صباح الخير يا استاذ عبد الصمد، وصباح الخير لكل المصريين. صباح الخير. بدايه افتتاح مؤتمر المناخ، او فيما يسمى بالقمه العالميه للمناخ، وده حدث تاريخي واستثنائي لمصر. اكيد اكيد. يعني اهميه مناقشه التغيرات المناخيه فيما يتعلق بالزراعه ايه هي؟ ويمكن القمه دي بتفيد المجال الزراعي في مصر وحول العالم، عايزين نعرف في ايه. اولا، قطاع الزراعه في مصر له خصوصيه كبيره فيما يخص موضوع تغير المناخ، لان في الاصل مصر لا تساهم باي قدر كبير او صغير في غازات الاحتباس الحراري، فهي دولة متأثرة وليست مؤثرة. دي النقطة الأولانية. فبالتالي كل المطلوب لمصر ولدعم مصر وللدول التي تدافع مصر عن مصالحها، بتكلم إن مصر بتستضيف ورئيسة هذا المؤتمر نيابة عن قارة أفريقيا، وهي القارة المتأثرة بشدة بظاهرة تغير المناخ، وكل مساهمات قارة أفريقيا لا تتجاوز 3-4% من غازات الاحتباس الحراري. فبالتالي قطاع الزراعة في القلب من مؤتمر الأطراف لهذا العام رقم 27، والمقصود هنا بقطاع الزراعة يعني المقصود بإجراءات التكيف. لا. عشان كده مصر هتتبنى موقف محايد، ومن وجهة نظري هو موقف عادل، موقف التكيف، دعم الدول المتأثرة بتداعيات تغير المناخ. وهذا الدعم لابد أن يقدم وتتحول التعهدات اللي قعدت فترات طويلة في كل مؤتمرات الأطراف اللي فاتت، لابد أن تتحول إلى التزامات، لأن في النهاية قضية تغير المناخ أصبحت قضية أمن قومي وأمن دولي لكل العالم. فمش هينفع دولة لوحدها تكون في منأى عن الإجماع الدولي في هذا الخصوص. صحيح دكتور محمد. يمكن خليني أخذ من كلام حضرتك، هو بالفعل قضية التغيرات المناخية أصبحت يعني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي لأي دولة، وتحديدا في القلب منها. يعني انعكاسات هذه الظاهرة على الأمن الغذائي بشكل عام. وعشان كده عاوزين نعرف من حضرتك إيه هي الحلول المتعلقة بقضايا البيئة والمناخ اللي متوقع مناقشتها وبحث سبل تنفيذ توصياتها خلال القمة، والحلول هتاخد وقت قد إيه للتنفيذ؟ طبعا بسبب ان ظاهره تغير المناخ هي ظاهره بدات فعليا، يعني بدا فعليا تاثيرات التقلبات المناخيه الموجوده. انا بتكلم على قطاع الزراعه وقطاع الامن الغذائي بالتحديد. فلا بد ان يكون هناك مسارين متوازيين. المسار الاول هو اجراءات انيه، اجراءات حاليه دلوقتي حالا، يكون في اجراءات على مستوى الوطني وعلى مستوى الاقليمي وعلى المستوى العالمي لدعم هذا القطاع. قطاع الزراعه من القطاعات المهمه طبعا دلوقتي، وهو من القطاعات المتاثره للاسف وبشده في محاصيل كثيره طبعا اتاثرت بتغير المناخ على مستوى العالم. على مستوى العالم، واصبح قطاع الامن الغذائي في العالم القضيه رقم واحد لكل العالم. يمكن احيانا بيبقى قضيه يعني اكثر بكثير من الامن العسكري لبعض البلدان. فبالتالي هنا في اجراءات انيه لازم تكون موجوده. الاجراءات الانيه عباره عن مشروعات يتم تمويلها فورا في خلال، يعني بعد انتهاء المؤتمر فورا يتم تمويل مشروعات. هذه المشروعات لو قلنا في قطاع الزراعه بتصب في المقام الاول لاعاده تاهيل البنيه التحتيه الزراعيه في مصر وفي غير مصر، بمعنى ان انا ابتدي اغير في التراكيب المحصوليه، اصنبط محاصيل، ابتدي اعمل اعاده تاهيل للبنيه التحتيه الخاصه بتطوير الري وتحديد الري، بدلا من ان مصر تقوم بانفاق مليارات من ميزانيتها الخاصه على اجراءات المفروض هي اجراءات تمول من الدول المسؤوله عن هذه الظاهره. انا بس معلش هطول شويه في الحته دي. الدول اتفضل يا فندم. لا خد وقتك. دول تربحت على مدار عشرات السنين بسبب ما تضخه من مليارات الاطنان من ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، فاصبح اقتصادها قوي واصبح لها عندها تكنولوجيا واصبحت في النهايه بلد قويه، ولكن كانت على حساب الاخرين للاسف. هكذا بتكون مفاوضات تغير المناخ، ان تعود الامور لنصابها.
ان يكون هناك عدل او عداله مناخيه على سطح الارض، ودي اللي ربنا خلق عليها اصلا الكون كله، خلق الكون كله على العدل. فبالتالي ان شاء الله هيكون في يعني نتائج ايجابيه طيبه. مصر لها دور سياسي كبير، مصر دوله محايده، مصر لها كلمه مسموعه، كل ده بيصب في دور مصر. طيب. وفي نجاح مؤتمر الاطراف ان شاء الله. ان شاء الله بنتكلم عن دور مصر، ويمكن شفنا التحول الكبير اللي حصل في مدينه شرم الشيخ وتحولها ل 90% مدينه خضراء. يعني أهمية ده إيه مع تزامنا طبعا مع استقبالها لمؤتمر المناخ؟ أنا أقول لحضرتك حاجة يا أستاذة بسنت، مصر من خلال هذا المؤتمر هو في النهاية مؤتمر مهم جدا، ومؤتمر على المستوى السياسي مؤتمر تاريخي لأي بلد تفوز باستضافته أو برئاسته، ده حدث إضافي لهذا البلد، لأن ده معناه إن في ثقة من المجتمع الدولي والمنظمات أكيد طبعًا الدولية في هذا البلد، سواء كان من الناحية الأمنية، من الناحية التنظيمية، من كل أهم حاجة في الموضوع، ودور أكيد البلد اللي بتستضيف هذا المؤتمر أكيد. أكيد مصر خدت إجراءات استباقية من قبل ما تعرف إنها هتستضيف أو تكون رئيسة المؤتمر، يعني أنا بتكلم على من 5-6 سنين كل إجراءات الدولة اللي على الأرض اللي أحيانا الناس ما بيربطوهاش ببعض، يعني مثلا إعادة تأهيل كل المحاور والطرق في مصر في كل مكان في مصر، دي علاقة مباشرة وعلاقة قوية جدا بما يحدث، كان زمان 2-3 ملي مطر ينزلوا في أحد شوارع القاهرة كان كل القاهرة في الشل، الناس بينسوا يعني أمور كتيرة كانت بتحصل في البلد، كل هذه الأمور تم تعديلها وتم انها تحط في مكانها الصحيح. نعم. النقطة الثانية زي ما قلت لحضرتك ان كان في اجراءات استباقية البلد خدتها، اضافة مليون فدان من الاراضي للرقعة الزراعية التاريخية في مصر، انا اصلا بزرع في 9 مليون لما يبقوا 10، يعني زيادة 10% من رقعة مصر. نعم. مفيش دولة على سطح الارض بتستصلح كل هذا الكم سنويا ومن ميزانيتها الخاصة، انا صحيح. ليه ادفع من ميزانيتي الخاصة لامور لها علاقة بتأثيرات تغير المناخ؟ دي مسؤولية. نعم. الدول اللي تربحت وقعدت فترات طويلة تضخ مليارات الاطنان من غاز ثاني اكسيد الكربون وخربت على الناس وخربت على العالم معاشتهم. طيب دكتور محمد، مع او بالتزامن مع اطلاق قمه المناخ وما قبل اطلاقها بقليل، كان في عدد من الحملات لحمايه المحميات الطبيعيه وحمله القائمه الخضراء، شايف ازاي اهميه هذه الحملات تحديدا في هذا التوقيت؟ وهل ممكن ان تعمم هذه الحملات قريبا في كل الدول؟ شكرا جزيلا استاذ عبد الصمد على الطرح ده. مفيش مواطن على سطح الارض غير معني بتغير المناخ، يعني مفيش مواطن ما بيتاثرش، وبالتالي المفروض مفيش مواطن ما يكونش ليه اثر ملموس ودور في هذه القضيه. احيانا المواطن البسيط اللي بيسمعنا دلوقتي يقول لك يعني انا هوقف الحر ولا هوقف البرد، يعني ايه المطلوب مني بالظبط؟ المطلوب منك انك فقط لا غير دلوقتي حالا تكون عندك متابعه دقيقه كل ساعه بايه اللي بيحصل في شرم الشيخ. هذا التوطين لثقافة التغيرات المناخية محتاجين فيه شغل كويس جدا، وأنا بشكر الإعلام المصري خلال الفترة الأخيرة وخاصة تلفزيون المصري إن بدأ يكون في وسط الحدث في هذه المهمة، مهمة جدا إن أنا أوطن في نفوس الناس ثقافة في الحياة، ده دورنا يعني ألا تغيب عنهم أبدا ثقافة المناخ والبيئة. أدي حضرتك مثال واحد فقط بس عشان الناس تستوعب، لو أنا كمواطن بسيط قدرت أوفر لتر مية، لتر مية ده حاجة بسيطة جدا من الاستهلاك اليومي، معناه ان في 100 مليون لتر ميه يمكن توفيرهم ازرع بيهم او انتج بيهم ما يزيد عن 150 الف طن. نعم. في الحقيقه دكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزاره الزراعه، وصلت فكره حضرتك، وبنشكرك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.